شباب اهلا بيكم، معاكم سبيتو. اهلا بيكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده من فارم توجذر. منورين يا شباب، اتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه وبسعاده ومستمتعين باللعبه دي زي ما انا مستمتع بيها كده بالظبط. احنا لو كنتوا تفتكروا احنا زرعنا شويه خيار، زرعنا شويه جزر، عملنا شويه حاجات كتير قبل نهايه الحلقه اللي فاتت، وكل حاجه انا سبتها تقريبا اسبوع ما لعبتش اللعبه، فانا متحمس ان اكون برجع لها تاني واشوف بقى ايه اللي محتاجين نكون بنعمله. اويا طيب، بس نشوف ايه هي المهمة بتاعتنا عشان نكون بنطور المزرعة. اهو دي وعمل بين كده اهو. طيب محتاجين كارتس، لما اجي اشغل بس الجرار بتاعي بم 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 بم، بعد كده نيجي هنا ونحصد كل، محتاجين 20 جزراية، سهلة برضو مش صعبة. قلت لكم الجرار ده نافعني جدا جدا. نعمل كده اكسلنت، عايش. ده مش حتى مش جزر، ده زانوتشي زانوتشي. ونيجي هنا نحصد ال دي، عايش كده. مش قاعد لي غير ان اروح احصد الفراخ. الفراخ قاعد لها مثلا 10 دقايق او حاجه، وفي خلال 10 دقايق دي هكون مثلا بزرع شويه حاجات تاني، او اكون حتى برجع على هنا وهكون ببيع شويه فروت. اوكي، هكون ببيع شويه فيجيتابلز، هكون بملى التانك. يس، وممكن نشتري حاجة تاني برضو بالنسبة للبيع والشراء. اوكي، او لسه كنت محتاج النات ستاند، مفيش مشكلة. دي فيش ستاند، حط فيش ستاند هنا كده. يس، ليفل اب فارم. الفارم بتاعتنا لفلت يا جماعة، الفارم بتاعتنا لفلت. عايش عايش عايش. لكن دلوقتي انا اكون جاهز اكون بزرع حاجات تاني، يعني عبال بس ايه ما يكون الفراخ بتكون بتاخد وقتها وتطلع، هكون بحرت الارض وكون بنزرع محصول تاني. وادي اخر فرخه وكويست كومبليت. وده عاوزني اجمع 10 تروبوكل فيش. 10 تروبوكل فيش دول اعتقد كام؟ 1 2 3 4 5 6. اوه لا لا، الموضوع هيطول معانا. ليه ده معاه مثلا 10 دقايق تاني والفيش يا معيش فلوسه؟ قلت له ليه يا مستر بيت، انت فلوسك كلها راحت فين؟ انت كان معاك فلوس كتير. يا انا صرفتهم، زرعت كتير، زرعت حاجات كتير هكون بحصدها بعدين. فشيل الشجر الزياده ده شيلهولي. زرعت هنا مثلا شويه بصل، بصل اخضر. اوكي، او يا بصل اصفر قصدي. وزرعت هنا طبعا شويه قطن، ده بيتحصد بعدها ب 12 ساعه. وزرعت هنا شويه زي ما تقولوا كده بلاك بيري، ده بيتحصد بعد 4 ساعات. فطبعا انا هكون دلوقتي اصلا بوقف، وقبل ما اكون بوقف التسجيل وهكون برجع لكم بس بعد ما اكون مخلص. عاوز اكون بشتري حاجه مهمه وهي البارن، يعني محتاج اكون بشتري البارن. البارن دي يا شباب هي عباره عن حاجه بتزود الاستورج بتاعك، فهكون بشتري ده كده. نايس، حلو قوي. ده بقى هيزود لي الاستورج، شايفين الاستورج على الجنب ده؟ ده هيزوده لي كله بمقدار كام؟ ايه مقدار كام؟ 10. دلوقتي ممكن اشتري تاني، ممكن اشتري ايج ستاند، ممكن اخليها بس لما ارجع واشتري الايج ستاند دلوقتي. ايج ستاند ونحطها برده هنا، ممتاز. ونبيع بقى الحاجات دي. اوكي شباب، هكون دلوقتي بسيبكم واكون برجع لكم اول ما يبقى جاهزين ان احنا نحصد شويه حاجات ونكون بنكمل الكويست بتاعنا اللي هو التروبوكل فيش. اوكي شباب، رجعت لكم بعد حوالي كام؟ 12 ساعة. اوه بوي، عبال بس ما خلصت كل الحاجات. احصد ده كده، احصد ده كده. نايس، اوه عاد لي بس واحدة. واحدة. لا ليه 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 كده ليه ليه؟ اوه ماي جاد، مفيش مشكلة، مش مستنى نص ساعة تاني. ماشي حاضر. لكن في الوقت الحالي احنا ممكن نحصد محصول البطاطس ده كله. انا عملت كميه مش وحشه من البطاطس، بصوا قد ايه بطاطس 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 بطاطس. حاسس اني عايش في ايرلندا. كل ده بيجيب لي فلوس برده محترمه، ما صرفت فلوس كتير اساسا. ف كويس كده برده ان احنا نجمع كده اهو. نايس، واحصد ده. حلو قوي كده، حلو حلو قوي. والقطن ده على فكرة قرب يخلص، القطن ده رغم ان هو غالي فاضل مثلا 4 دقايق ويكون خلصان. فده يدينا برضو الإتاحة ان احنا ممكن نكون بنشوف حاجة تانية نزرعها عقبال ما نخلص. بالإضافة يا شباب، أنا زرعت هنا شوية بامبو، كنت لسه أقول بانجو. بامبو وشوية خوخ، وكنت لسه بزرع شوية موز هنا. تعال نمسك موز مع بعض. موز
ازرع حبة موز، حبة تاني موز، واحدة تاني موز. اوكي ازرع 6 من كل واحدة حتى الآن يعني. ولسه عندي اللي هو بتاع اللوز، لسه محتاج ازرع شجر لوز. لكن في الوقت الحالي محتاجين نكون بنشوف نحدد حاجة نزرعها خلال الوقت ده. اوكي مش وحشة دي، المشروم ده مش هيبقى وحش. ودلوقتي اللحظة اللي انا بستناها، اوه ليفل اب، اللحظة اللي بستناها على طول، انك تحصد محصول زرعته له 12 ساعة. واو، لو تفتكروا اخر مقطع في الفيديو ده انا كنت زرعت القطن، دلوقتي انا بحصده بعد 12 ساعة انتظار. اوه ماي جاد، بصوا على الجمال، بصوا على الجمال. لكن في حاجة برضه عاوز اكون بعملها معاكم دلوقتي، قبل ايه، قبل ما نكون بنحصد باقي السمك ده، واني اكون بشتري منطقة جديدة. ياي منطقة جديدة هنا، بصوا ايه ده بقى. اوه ده ده هنا زارعين كابج وبينز. اوكي مفيش مشكلة، بس عند المنطقة الجديدة اهو اشتريت منطقة جديدة، عملت ابجريد يا شباب، عملت ابجريد، عملت ابجريد. طبعا ده بيقول لك انت ممكن تيجي تعمل مزارع كبير هنا، طب مزارع كبير قوي هنا، لكن ده برضو ما يضرش يعني، احنا يكون عندنا مزارع الصغيرة بتاعتنا دي، نبقى نكبر مزارعنا ايه بعدين مفيش مشكلة. ودلوقتي نحصد دول بقى، او مش نحصد، لا نصيد دول. صيد يا ابني، صيد يا ابني، عاش عاش كده. خلص الكويست. لسه الكويست ما خلصش. بالنسبة للفيش اتربك الفيش، فاضل 3 دقايق. بمناسبة يا شباب، انا اللي هنا الوقت اللي هنا ده، المنطقة اللي شريتها هنا انا زرعت فيها، ولسه هكون بزرع فيها شوية تاني. لكن انا عن نفسي، لكن لما نيجي نبص كده على الكويست اللي جاي، هو عاوز مني هيدروجينيا، ده ورد، عبارة ورد ابيض ده، وعاوز مني كابج كرومب وبلاك بيري. بلاك بيري بتتزرع امتى؟ بتتزرع في فصل الصيف والشتاء بس. اوكي ما ينفعش نزرع دلوقتي، بس على الاقل ممكن نزرع شويه هيدروجينيا تاني ده كده. اوكي يا ما عنديش فلوس، ما عنديش فلوس ماني. ونحصد بقى دول، مش برضه نصيد دول. يس كويست كومبليت، نايس 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 نايس. عاوز مني تشيكن، لا ده في كويست تاني بالمناسبه، عاوز مني كاليفلاور ده اللي هو الارنبيط، وعاوز مني التشيكن، ولا التشيكن ولا البيجز، لا ده التشيكنز وهي كده. يا عاوز مني دي، اوكي انا معيش فلوس، معيش فلوس عشان اعمل اي حاجه من اللي انت عاوزها دي، لكن عاوز اكون بكمل العشر ورود بتوعتي هنا. ده جزء برضو مهم من الكوست اللي جاي، ازرع ده هنا وازرع ده هنا، بس كده كده يبقى عندي ايه 10 هيدروجينيا. والكابج سهل، ممكن ازرع كابج انا دلوقتي، هو ينفع تزرع كابج دلوقتي كده؟ وريني كده، وريني كده، كابج كابج كابج، يا ينفع تزرع كابج دلوقتي ايزي، ياخد 45 دقيقة بس. لكن اعتقد بكده يا شباب تكون الحلقة دي خلصت. انا عارف انها ممكن تكون حلقة صغيرة، بس احنا عملنا فيها شوية حاجات كتير. ان شاء الله الحلقة الجاية هكون بحاول اخلص معاكم الكوستين التانيين، الكوست ده اللي هو الايس اوف تريدز، والكوست التاني معرفش اسمه ايه ده، توجذر فور ايفر. هكون بخلص معاكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. فشكرا لكم ممكن في الحلقة دي. طبعا لو انت عاوز تلعب معايا اللعبة دي، اتواصل معايا على ديسكورد او اكتب لي في الكومنتات تحت، هكون منتظر ردكم. واتمنى فعلا تكون الحلقة عجبتكم، تكونوا استمتعتوا وتكونوا استفدتوا، واتمنى اشوفكم في فيديو جاي. يلا باي باي.